كتشوفي بانه هاد الامور الايجابيه كتقدر انه تكسر مجموعه من النقط اللي فيها معاناه بشكل كبير في المرض ديالك وانت كتحديها بطبيعه الحال. هاد الدفء اللي خلقوا معك المغاربه في المغرب وخارج المغرب يوميا كتواصلي معاهم. صراحة الحمد لله كاينين ناس طيبين صراحة، باقي الناس مزيانين في هاد الحياة، وكنشكرهم بزاف. وصراحة مني عيطوا لي الناس وسولوا عليا، وكنشوف الناس كاين ناس كيسولوا عليا وكيسولوا فيا. صراحة كنحس بواحد الدفء، واحد يعني كنحسيت بواحد الطمأنينة، وباقي الناس الخير الحمد لله، وكنشكرهم بزاف أرض الوطن وخارج أرض الوطن، وكنقدم لهم شكر كبير، وكنقول لهم الصراحة هذا التعاطف اللي تعاطفتوا مع بنتكم، ماشي ما كنقولش بنتي، كنقول بنتكم بنتي، أنا بوحدي ولات بنت المغاربة ديال العالم كاملين، لأن كاع الناس اللي كيعيطوا ليا كيقولوا لي بنتنا ماشي بنتك بوحدك، وهذا شرف كبير ليا، وصراحة شي حاجة اللي فرحتني وشي حاجة اللي سدات واحد الثغرة كبيرة كانت عند الأسرة الصغيرة ديالي. صراحة واحد الحنان اللي من المغاربة، من خوتي المغاربة كاملين عوضوه ليا بعدا. انا كنت كنحاول ما امكن نعطي لبنياتي الحنان، ولكن ما عمر حنان الام ما كيشمل كل شيء. ولكن كنشكركم بزاف، كنشكركم على الكلمة الطيبة، كنشكركم على المعروف. السلام عليكم متابعينا الكرام ديال بنتكم سجيده. صراحه اليوم جيت غادي نبشركم بعد الاطلاله اللي كانت عليها في سجيده بنتكم في القناه ديال المغاربه نيوز مع الاخ يوسف. صراحه المغاربه ما كرموني بواحد، شملوني بالكرم ديالهم، لا انا ولا بنتي سجيده. ما نكذبش عليكم صراحه، بقى لحد الساعه عندي واحد الانبهار من خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج ارض الوطن، اللي كنوجه لهم الشكر الكبير من هذا المنبر هذا. ما نكذبش عليكم، كانت الحاله ديال البنت ديالي كانت متاخره بزاف، وكانت الظروف الماديه ديالي ما كانتش كتسمح ليا باش ندير لها واحد البيلون، واحد الراديو ديال النبوله كيقولوا لي بيلون اوروديناميك. جبتها باش نديرو ليها، جبتها باش نديرو ليها، وكانت الامكانيات ديالي ما عنديش بحكم ان هذاك البيلون ما كيدخلش في التغطيه الصحيه اللي عند الاب ديالها، اللي عند البنت ديالي تابعه للتغطيه الصحيه ديال الاب ديالها. مني جبتها بغيت ندير لها هذاك البيلون قالوا لي خاصو يتخلص كاش، واحد الثمن شويه اللي خيالي قاصح، وعاد واحد التريتمون حتى هي خاصها تدوزها. صراحه مني جيت مشيت للميريزكو قالوا لي الرونديفو خاصك تاخذي الرونديفو ديال البنيه لمده ديال، عطوني رونديفو مده ديال عام، هذاك الراديو الرونديفو ديال عام. كنشوف الحاله ديال بنتي كتاخر، وقلت علاش انا مني كرموني خوتي المغاربه، وقلت عندي الامكانيات دابا باش نقدر ندي بنتي نعالجها. جات واحد المصحه هنايا في كازا، ما نكذبش عليكم جات فواحد الحاله يرتالا مع الخمسه الصباح. جبتها شويه عيانه مريضه، دخلتها الاداره، دخلتها للسبيطار هنايا، شافوا الحاله ديالها، شافوا سميتها، شافوا المشكل اللي عندها. بغيت ندير لها داك البيلون، قالت لي الدكتوره راه البيلون اللي بغيتي ديريه ليها راه عندها واحد الانفيكسيون طالعه خايبه بزاف في الكلاوي، يعني الكلاوي قيحوا ليها بجوجهم، ورا عندها الكريات البيضين غلبوا على الكريات الحمرين، يعني عندها فقر الدم حاد، ما نقدرش ندير لها هذا الراديو. المهم صيفطتني درت لها واحد التحاليل، وما نكذبش عليكم كان عندي واحد المشكل مع هاد في الكلينيك، كانت المشكل ديال ربع سنين قبل ما نطلق من هاد الاب ديالها، كان مشكل اداري مشكل مادي، كان عندي مشكل معاهم في الاداره. من لقيت راسي انني الحمد لله كرموني خوتي، حاولت نسوي الوضعيه ديالي هنايا معاهم في الاداره، وصافي بديت معاهم. زعما الصراحة كانت واحد العناية خاصة اللي اعتنوا بها وتعاملوا معها مزيان، وصراحة دوزت 12 يوم وما كانتش الحالة الصحية ديالها كتسمح لها بأنها تطلع لكم وتقول لكم ها أنا كاينة، وتقول لكم ها أنا راني تقول لكم ها أنا راني معها. الحمد لله
راه الامور ديالي مزيانه مني ولات الحاله الصحيه ديالتها مزيانه. عاد فاش كان بامكانها باش يجيو الاخ يوسف والطاقم ديالو يجيو يصوروا معاها هنايا ويشوفوها كيفاش دايره، مع العلم ان كان الاخ يوسف كيراقبها يوميا في التليفون، كان تحت الرعايه ديالته يوميا، كيتصل يوميا وكيطمئن عليها، كيتصل بها هي شخصيا ماشي بيا انا بوحدي، كيتصل بها هي شخصيا كيطمئن عليها وكيقول لها كي بقيتي يا بنتي كي دايره امورك. وكنشكركم بزاف، كنشكر الاخ يوسف اللي زعما الصراحه لولا الفضل ديالو هو من بعد الله تبارك وتعالى خوتي المغاربه ما غاديش يشوفوها. والصراحه انا مبهوره بالكرم ديالكم ومبهوره بالمعروف ديالكم، وكنشكركم بزاف. وسجيده راها بنتكم، وكنزيد نبشركم بانها راه كانت دارت اعاده تصحيح، والمعده اللي كانت جابت كنتو سمعتو 15 فصيله، دابا راه عندها 16 فصيله كبيره قريبه 17، وكانت فرحانه بزاف رغم المرض رغم انها مريضه. وصراحه كانت عندها واحد العنايه كبيره لانها المهم الاطباء شافوها هنايا، المهم كيتاسفوا ليها وكيقولوا بانها راه مسكينه الحاله ديالتها نادره، وان الوليدات اللي بحالها كتكون عندهم حاله ولا جوج، هي مسكينه راه عندها بزاف الحالات، عندها 4 حالات، عندها القلب في اليمين ومثقوب، عندها فشل كلوي حاد اللي طلعت لها لاكرياتين حتى الكدو 60، اللي الاطباء قالوا لي راه كانت على المحك داخل غتدخل الدياليز، وبقاو فيها بقاو شويه بشويه كدوزوا لها التريتمون ديالها، حتى دابا الحمد لله الحاله ديالها استقرت دابا حاليا، وان شاء الله غادي تكون بخير وعلى خير. وكنشكركم بزاف، وكنشكر الاخ يوسف، وكنشكر الطاقم ديالو، والسلام عليكم.